سعدتم مساء جميعا. طبعا لي الشرف أن أقدم هذه الليلة صديق المنبر والذي لم يبخل في الاستجابة لطلبنا في أي وقت بالتقدم لي بمحاضراته القيمة التي كثيرا ما نورت رفاقنا ونورت الرأي العام. طبعا اقترح علي بأن أكون متحدث ند إلى جانب الدكتور أكبر جعفري، لكن لأهمية الموضوع ولأن يأخذ الدكتور أكبر جعفري كامل الوقت ليبسط رأيه، اتفقنا أن أكون العازف الثاني إلى جانبه، مقدم ومعقب إلى حد ما. حقيقة الوضع أننا أمام أو على مشارف حقبة جديدة في منطقة الخليج، أزمة نفط نوعية تختلف عن ما كان قبلها، ليست فقط أزمة أسعار نفط دورية كالتي حدثت في 86 في 89، يعني يبدو هالمرة نحن أمام أزمة فيض إنتاج نفطي سيستمر إلى فترة غير منظورة لحد الآن. لا أحد ممكن أن يتكهن بمتى ستعاود حالة النفط تصحيح نفسها. نحن أيضا أمام حقبة جديدة من ناحية، وهذا ما يختلف عن الفترات الصعبة السابقة، يعني سبق وأن كان سعر النفط وصل إلى 10 دولار نزل في 89، ومع ذلك لم تقدم حكومات دول الخليج على اتخاذ الإجراءات التي تتخذها الآن. يبدو الآن نحن أمام مرحلة تحول نوعي في طبيعة الأنظمة ذاتها. هذه الأنظمة التي كان يعني يجري الحديث عنها على أنها بلدان الرعاية الاجتماعية، سميت أيضا ببلدان الرفاهية الاجتماعية، الآن يحدث شيء آخر، وهو اللجوء إلى سياسات لم تكن من السابق في السابق معهودة، مثل الرسوم والضرائب، التوقف في زيادات الأجور، الانقضاض حتى على الأجور نفسها. طبعا الأجور الأساسية لم تمس لحد الآن، ولكن العلاوات وغيرها يتم النيل منها تحت عنوان التقشف. الآن بشكل واضح أن الأزمة التي ضربت العالم والمنطقة والخليج الآن يدفع ثمنها الناس قبل الحكومات نفسها. يعني أعتقد، وهذا متروك للدكتور أن يؤكد أو لا، بأن النموذج الاقتصادي الذي اشتغل في الخليج لحد الآن وصل إلى أبواب أو على مشارف استنفاذ دوره التاريخي، لا يستطيع أن يواصل كما كان، ولا بد من تغيير. ولكن من يصنع هذا التغيير؟ الكبار الموظفين، كبار المسؤولين الذين جبلوا على السياسات القديمة غير مهيئين أبدا لإحداث هذا التغيير الذي أصبح يعني دقت ساعته. فهذا سؤال مفتوح أمام المناقب، وشكرا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد أن أكون معاكم، وسعيد جدا أن تطلبوني أيه هني وأبدي رأيي في الموضوع. أحب الليلة أتكلم عن
المنظور الثلاثي، المنظور الأول والمنظور الاقتصادي وبالذات اقتصادي الهيكلي، المنظور الثاني منظور اقتصاد المالي، والثالث منظور الاستهلاكي. المنظور الأول الاقتصادي، اقتصادنا يعني أنا الحين متأكد في خلل، وفي خلل في الهيكلة وفي تشوه، هذه من جانب. جانب الجيد أنه محصن جيد بشكل جيد، في خلال 45 سنة الحكومة قدرت أن تحمي الاقتصاد بمرونة عالية جدا. خلوني أحاول قدر الإمكان أن أبسط الأرقام. البحرين الدولة رقم 13 من حيث الثراء، هذه حسب تقرير من البنك الدولي. هناك في تقرير CIA يقول رقم 14، ومؤسسة النقد الدولي يقول 15، so بين 13 و15، بس احنا ننتمي الى 7% من الدول العالم اكثر ثراء يعني. وهذه لكم انتم اللي تسافرون كثيرا شيء واحد يقبله يعني. في البحرين ما في احد يموت من الجوع، ما في احد عايش في الشوارع، ولكن عندنا طموحات. مسألة الدعم، هذه المعضلة الكبيرة، احنا كنا نتكلم عن هذه المسألة بمنأى عن اسعار النفط من 2011 تحديدا، بدينا ننطلق بشكل متسارع. ولكن قبل هذه بعد أنا نزلت عدة مقالات في الجرائد في التسعينات أن انتهى صلاحية الدعم، انتهى صلاحية الدعم، ولكن الحكومة اتمادت. من أين أتت فكرة الدعم؟ في السبعينات لأن قامت الطفرة، وفي نفس الوقت التضخم كان متسارع بشكل غريب، 8% 10%. احنا في الشركات كنا ندفع نوعين من الزيادات، زيادة السنوية وزيادة كلفة المعيشة، يعني بعض الأوقات كنا ندفع حتى إلى 15%، وهذه الأرقام كانت متعبة بالنسبة لنا. الحكومة دخلت على أساس تحمي المواطنين والمقيمين لمواد أساسية والمحروقات كذلك، ولكن في علم الاقتصاد دائما هناك في شروط للدعم، لسلع معينة، لفئات معينة، ولفترة زمنية معينة. الحكومة هذه ما طبقت هذه الشروط. في 86 البوادر الأولى للاستقرار الاقتصادي ظهرت لنا، ومعناته أن يا جماعة الحين الدعم بيكون سيء. وبالضبط في نهاية الثمانينات وصلنا إلى مرحلة أو خط الخطر، إلا الدعم يتحول إلى عنصر مضر. إذا يمكن في جريدة الوطن أنا خاطبت جلالة الملك أن هذا الكرم كرم مضر، مضر للكل. هذا ما يعني إلغاء الدعم، إحنا دائما نقول توجيه الدعم لمستحقي، لا هذا صار ولا ذاك صار. فإحنا عندنا الحين إذا تشوف حجم الدعم وحجم العجز تقريبا نفس الشيء. وأنا منزعج جدا من أن أنا لين أسافر، وأنا توني جاي من كندا ومن بريطانيا، ولا قطرة ما يتحصل مجانا. يعني أنت تقعد في التاكسي العداد شغال عليك 17.5% من التكلفة، هذه أي رسوم عليك أنت، حتى الأنوار اللي في الشوارع محسوبة عليك. وإحنا نجذب السواح ونين إن نأكلهم، الأكل مالهم مدعوم، سكنهم مدعوم، المرافق مدعومة، كل شيء. من زين أنت شنو استفدت من هذه؟ الدعم الآن يجب توجيهه للفئات الأقل حظا اللي هم
الأرامل الأيتام والمعوزين. أنا ما شفت لحد الآن إنه زيدنا حصة هذه الفئة. في ناس مسؤولين يقولون لي اصبر، هناك في تغييرات ثانية. أنا أفكر إن الحكومة يجب عليها إن تتعلم إن ما تتدخل في هذه الأمور. يعني أحسن دور للحكومة مثل ما جان جاك روسو قال إنه آدم سميث قال إنه أحسن دور للحكومة أن تبتعد عن الطريق وتخلي الناس تشتغل بتوجهات عامة منهم. إحنا حكومتنا وكثير من الحكومات في الخليج منتشرة في كل مكان، وهي ظاهرة غير صحية. فلذلك نشوف أن هناك في التباس في الأدوار. نشوف أن هذه الدعم تقريبا أكثر من نص سكان البحرين من الأجانب. يعني إحنا قاعدين نأكلهم نسكنهم ونعطيهم الخدمات الأخرى، والنص البحرينيين ما يستحقون الدعم. فماذا نفعل؟ الحكومة يجب أن تمتنع عن شمولية التصرفات هذه. شمولية هاي مضرة جدا وأثبتت فشلها. أنا شخص ما أستحق الدعم، وأكون سعيد إذا يأخذون مني أنا ويعطون واحد اللي هو محتاج أكثر. تكلمنا وايد، تكلمنا في الجرائد، تكلمنا مع المسؤولين، كأن مدمنين على تقديم الدعم، في إدمان، إدمان إلى درجة أن الحين إحنا نواجه نوع من التحدي بشكل جاد. أول كان عندنا مشكلة، الحين عندنا تحدي بعد من الخارج، والأمور قاعدة تتغير بشكل متسارع جدا. في قلق، أنا أفكر ما نحتاج نقلق، نحتاج أن نكون واعيين، نرصد الأحداث ونتأقلم مع الأحداث. نشوف يعني باستمرار، بارحة ألغوا العقوبات على إيران، فالمنطقة كلها بتتغير الآن. فسعر النفط مسيس للنخاع، يعني ما نقدر احنا كاقتصاديين نرصد ماذا سوف يحدث. انا افكر حتى لو فقط السعودية تتكلم بدون ما تفعل شيء، انها بتخفض مستوى الانتاج. شوف في خلال اسبوع واحد السعر بيرتفع الى 80. ليش ما يصير هذه؟ في هناك صراع أو كسر العظام. الحين الجانب الآخر روسيا وإيران بينتجون أكثر، يبون شو يسمونه، يعكسون الطاولة على الطرف الآخر. وكثير من الشركات النفط الصخري تقريبا أغلقت لأن ما قادرين يستوفون متطلبات المالية. تكلفة إنتاجهم بين 40 إلى 60 دولار، والحين اليوم وصل برنت إلى 29، فما يقدرون لأن هاي شركات خاصة. أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تبتعد عن الأمور التجارية. الممتلكات يجب أن تحول إلى شركة خاصة. دور الحكومة، حتى جان جاك روسو وايد صريح إن دور الأمن والنظام والعدالة وحماية البلد ما إلى ذلك، مو يعني الحكومة تتدخل في شركة دواجن، حكومة تتدخل في الله يعزكم في المجاري وفي هذه وذاك. يعني وين نبي الحكومة تركز معنا؟ اليوم التركيز مو موجود والحكومة منتشرة، وجان جاك روسو يقول كل ما الحكومة انتشرت كل ما ضعفت. فهو حجم الحكومة ما يقاس بعدد الوزراء، ممكن عنده 50 بعد. هو مدى انتشار الحكومة، انتشار الحكومة أكثر بكثير. أنا أفكر ثلثي الحكومة يعني غير ضرورية، لازم تحول إلى القطاع الخاص والحكومة تركز على الأمور الأساسية. مالياً
المعضلة أو المشكلة الكبيرة في الجهة المالية أن الحكومة لحد الآن تعتمد على النفط بحوالي 87% من دخلها، والثمانين في المئة من 87 تروح للرواتب، رواتب لمن؟ لموظفين اللي إنتاجيتهم متدنية جداً، يعني في أحسن الحالات الإنتاجية في البحرين 40%، يعني 60% من هذه المبالغ تروح هدر. أنا أفكر أنا وايد متواضع في الأرقام، يعني إذا أحد يبي مناظرة، أي مسؤول يبي مناظرة، أنا مستعد معه أن نثبت لهم أن مستويات الإنتاجية متدنية جدا، مع أن عربيا إحنا أفضل دولة، ولكن مثل ما قلت آخر مرة، أنا أحب من الآن ورايح نقارن نفسنا مع دول المتقدمة، سنغافورة، ماليزيا، كوريا، هذه اللي نبتعدوا عن الدول العربية، لأن إذا تشوف نفسك متقدم على هاي الدول تفكر أن أداؤك جيد، ولازم أن أداؤك يكون على مستوى العالمي. في جدية في العمل في هذا الاتجاه، ولكن بطيئة جدا. وين احنا رايحين؟ يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن اقتصادنا مشوه، اقتصادنا في خلل، اقتصاد بدون ضرائب، اقتصاد غير طبيعي، وهذه مو في مصلحة البلد. في السبعينات عدد السكان مواطنين وغير المواطنين عدد صغير جدا، فكانوا يقولون لنا يعني تكلفة إدارة الدعم بتصير أعلى من الدعم نفسه، ففتحوا الباب وأخذوا النهج الشمولي هذا، ما يخالف، بس اليوم تغيرت الأمور. يعني هذه الشعوب وهذه الجنسيات اللي تأتي إلى البحرين، لماذا حكومتي تكون مسؤولة عن أكلهم شربهم وخدماتهم وما إلى ذلك؟ لماذا؟ ما حد جاوب لي. ما في دولة في العالم أنا شفت إنها تشتغل بهذا الأسلوب. أنا ما أدري ليش إحنا ما نتسرع في يعني سحب الدعم من هذه الفئات، وحتى إيجاد أو استحداث نظام ضرائبي. هذا الاقتصاد المتكامل، يعني اقتصاد أنت سائح، أنا أروح كسائح في بريطانيا من تاكسي إلى فندق إلى الأكل، كله في القيمة المضافة، ضريبة قيمة المضافة. إحنا ما نأخذ منهم شيء وفي الجانب الآخر نعطيهم. فهني ان نوصل الى درجه ان هذه ايماني، يعني ايماني العميق، ان خير البلد دائما لاهل البلد، حتى اهل البلد بعد يدفعون ضرائب. احنا نقول لازم في يكون عندنا نظام للضرائب، وهي مو معناته ضرائب يعني بيرسونال تاكس، يعني على الافراد. احنا عندنا شركات تجي هنا تستعمل كل المواد المدعومه وتستعمل مزايا اللي احنا عندنا، لان احنا عندنا فري اكسس للسوق الامريكي وبعض الدول الاوروبيه، يستغلون هذه وياخذون ارباحهم كليا ويظهرون خارج البلد. الحين بنقول لهم قبل ما توصلون المطار وتاخذون ارباحكم، خلوا جزء منه في البلد. يعني نحتاج الى اراده قويه ان نقوم بهذا. في ناس انتقدوا ليش ارتفاع سعر النفط كان فجائي، وهذه انا اؤيد هذا النمط، لان احنا في الخليج بالذات اذا خلينا على مراحل تشوف قبل وسط الطريق بيضيعون الموضوع. هاي يسمونه شوك ثيرابي، العلاج بالصدمة، اصدم بعدين أي مشاكل احنا بنحل المشاكل. أنا أؤيد نهج الحكومة في هذه، إن شاء الله الحكومة تسوي هذا، ولكن نريد حماية جدية وقوية للفئات أقل حظا. لحد الآن أنا ما شفت شيء، يعني الأرامل، الأيتام والمعوزين، هذه اللي يجب الحكومة تتحرك الآن وليس بعد فترة. فالمشكلة
المنظومة الخليجية الآن قاعدة تتحرك تحت ضغوط رهيبة جدا، سياسيا عسكريا وماليا. من ذاك الصوب روسيا وإيران قاعدين يلعبون لعب خشن جدا. يعني ما أنا مو بسياسي، يعني ما أعرف وين متجهين، يعني بيأثرون علينا بيأثرون. أنا أتمنى أن تأثيرهم يكون إيجابي. يعني أنا أرصد المقابلات في كثير من القنوات، الوضع غير مريح. الجانب المالي الحكومة ما عندها خيار غير أن تفتح باب الضرائب، وهذا هو المنهج الصحيح. الآن اعتماد الحكومة 87% على النفط معناته احنا فشلنا في تنويع مصادر الدخل للحكومة. وتكلمنا 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 بس الأموال كانت تجي تنهمر من السماء علينا. فدائما لين عندك وفرة في أي شيء واحد يصير يرتخي، وهذه الضغوطات الموجودة الآن أنا أعتبرها ضغوطات حميدة. الجانب الاستهلاكي احنا كمواطنين، انا ما لي شغل بالاجانب، انا مو مسؤول عنهم، ولكن كل مواطن هو اخ لي او اخت لي. انا احنا بعد عندنا دور كبير في تغيير نهج حياتنا ونهج استهلاكنا، نهج استهلاك منفلت بشكل غير طبيعي، لأن احنا تعلمنا بعد مثل غيرنا، تعلمنا على الرفاهية واحنا بعيدين كل البعد عن خط الخطر. لا حد يقول لكم هناك في أخطار نووية وما أدري إيش، لا بعيدين عن هذه. وهذا اللي صار قبل كم يوم بالنسبة لارتفاع أسعار المحروقات، ما كان لداعي أبدا، ما كان لداعي. يعني طابور طويل حق شنو؟ يعني كم بتوفر دينار، دينار ونص، نص هاي المبلغ انت بتحرق البترول وانت واقف تنتظر. نهجنا احنا بقول لكم، يعني بجيب امثلة احسن. في واحدة قبل كم من ليلة انا شفتها تقول لي ان راتبها 800 دينار، ورايحة سفرة ثلاثة اسابيع وصارفة 4000 دينار. زين هذه شنو دور الحكومة؟ الحكومة ما لها دور في هذه، يعني ما في حكومة تقدر تدعم هذا النوع من التوجهات المعيشية. واحد ثاني ويا زوجته يشتغلون في وزارة التعليم، رايحين أغلى منطقة في العالم، جنوب فرنسا وسويسرا ونمسا، هاي منطقة وايد غالية. هذين بعد رواتبهم بين 800 إلى 1200، صارفين 6000 دينار. يعني نبي نشوف إن شلون إحنا نقدر نتحكم في دي. أنا شخصياً لين سعر الوقود ارتفع، أنا كنت أشحن 7 دينار كل أسبوع. فالحين قلت لروحي هاي 7 دينار لازم أعيش على هذا المستوى، فأقلل من طلعاتي. كلنا نقدر في هذه الأثناء أو في هذه الأجواء المضغوطة أن نتكيف. 80% من استهلاكنا للمواد الكماليات، 80% أغلبها نقدر نعيش بدونها بدون أي تغيير في مستوى راحتنا. إحنا مسؤولين، إحنا متهمين، يعني شركاء في هاي الأزمة الموجودة، أزمة الإسراف. وين احنا متجهين؟ على دول الخليج ان يتحركوا بأساليب العلاج بالصدمة. خلي الصدمة تجي، ما نحتاج ان ننتظر ل 2019 2020، ما هاي الموضوع بيضيع.
المملكة العربية السعودية الدولة الرئيسية في المنطقة عندها قدرات ومقومات كبيرة وفعالة. الآن الأوضاع مسيسة، ف يعني تشربك حابل بالنابل، ما حد يعرف شنو قاعدين يسوون. يعني ما عندنا الحلول وايد بسيطة، ولكن هناك في دوافع سياسية ودوافع الند، فهذه تطلع لنا، تطلع خارج منظومة الاقتصادية. آدم سميث دائما يقول يعني خلي الحكومات ان يعني نون انترفنشن، يعني لا تتدخل في شأن القطاع الخاص. اليوم الحكومة، حكومتنا تحتاج الى سيولة، وفي السيولة يحتاجون ياخذون قروض، وفي هذه الدين العام 60%، في وايد ناس يتكلمون كأنه 60% قانون، 60% مو بقانون، 60% مؤشر. إذا تبي تتعامل مع بنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي يقول لك أنا يعني يكون ثقتي فيك، تكون ثقتي فيك أقوى إذا دين العام عليك أقل من 60%. ولكن كثير من هذه الدول، أمريكا وصلوا 100%، سنغافورة 111%، بريطانيا 115%، كلهم فوق 100%. إحنا لحد الآن حتى ما وصلنا 70%. من هذا المنطلق يعني ما أدري شلون نقدر نوصل هذه الرسالة إلى الحكومة، إن بكل جدية إن يعني يسعون إلى تغيير الهيكلة الاقتصادية، الهيكلة المالية للحكومة. في هناك نوع من الباك أب اللي هو شو نسميه بالعربي، الغطاء. الغطاء موجود عندنا، والغطاء الخليجي بعد الدائرة الأوسع بعدها موجود، ولكن هذه الأمور لا تتحرك بهذا الأسلوب الأبوي الموجود، أسلوب أبوي مضر جدا على الأقل لهذه المرحلة. يعني المراحل اللي طفناها في السبعينات والثمانينات يمكن واحد يقدر يبرر، بس الآن لا أحد يقدر يبرر. يعني يجب يعني ابتعاد عن مجاملة الحكومة بشكل يعني غير مفيد. إذا في شيء يجب أن يتغير لازم نقول هذه وطننا مثل ما وطن أي إنسان بحريني. أنا شخصيا أتكلم مع المسؤولين مباشرة. الوضع ما أظن بيوصل إلى وضع الإفلاس أو تدهور في مستوى معيشتنا، ولكن احنا علينا ان نهيئ روحنا لتغيير او ترتيب نمط استهلاكنا. نمط استهلاكنا الحين الانتقاد لنا احنا، نمط استهلاكنا نمط مفرط فيه. يعني قبل اسبوع انا وعيالي وزوجتي 4 انفار رايحين مطعم الظهر، يوم السبت رايحين فيه اربع سيارات. هذا الأسبوع قلنا لا بنروح في سيارتين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنروح في سيارة واحدة. بإمكان الإنسان إنه يتكيف، وهذه الضغوطات اللي نجي في دول الغربية وأنا عشت فيها فترة طويلة يعني أمور طبيعية. ينزلون ضرائب جديدة أو يرفعون نسبة الضرائب وما إلى ذلك، شيء زين في الاقتصاد إنه يتكيف في هالمرحلة بين المرحلة الأولى ومرحلة التغيير. في تلاطم في كثير من الأشياء، وهذا اللي سوف يحدث في البحرين، تلاطم في الأسعار كثيرة. ولكن أنا أعتقد في خلال 12 إلى 18 شهر بيكون في استقرار نسبي، ولكن المطلوب منا إحنا بعد أن نتكيف مع الأمور. يعني البحريني مثل أي خليجي كله عنده حقوق كلها، يعني وين الواجبات؟ ما حد يتكلم عن الواجبات. ما في شيء حقوق
الحكومة يجب أن تحمي الفئة أو الحلقة الأضعف، يعني الأيتام، الأرامل، المعوقين، المعوزين يحمون هذه. الحكومات تأخذ من ناس مثلنا. إحنا الحين الحكومة قاعدة تعطينا، أنا ما أدري ليش الحكومة تعطيني أنا في وقت اللي في ناس محتاجين بشكل يعني كبير، وأنا وايد قلق على مستوى معيشة هذه الفئة اللي أنا ذكرتهم، ولحد الآن ما صار شيء. أنا في حوار توافق الوطني يعني أصريت حق إن نرفع حصته من 30 دينار إلى 100 دينار. بعد جهد طويل، جهد جهيد، حصلنا 50 دينار. أنا ستيلز نط يعني مو في مستوى المعقول. إجمالاً أنا أعتقد إن لا داعي للقلق. هذه لحد يراونا أن هناك في قلق. في بعض أصحاب الأعمال قاعدين يبون يستفزون المجتمع. أو الاستثمارات بتطلع من البحرين والاستثمارات ما جي، هاي الكلام غير مقبول. ما حد يقدر يستفز من مجتمعنا. إذا تبي تلعب لعبتك روح العب مكان ثاني. الاستثمارات ما تي بسبب أسعار المحروقات. أكبر أو أقوى عنصر لجذب الاستثمارات هو النظام الحمائي والحماية الحمايات والحماية والنظام القضائي. شوف في بريطانيا نسبة الأرباح هامشية جدا، لكن كثير من الاستثمارات تروح صوب بريطانيا وصوب الدول اللي فيها ضرائب كبيرة، وإحنا ما عندنا ضرائب أبدا. ففي ناس بدوا يتكلمون من منطلق مصالحهم الشخصية إن هالاستثمارات بتخرج من البحرين. الاستثمارات ما بتخرج من البحرين، لأن لحد الآن فرق يعني في فرق كبير بين تكلفة المشاريع هنا في البحرين وفي الاقتصاديات المتقدمة، يعني أقل فارق 60%. فالاستثمارات تحتاج إلى أجواء فيها حماية، فيها قانون، فيها إنصاف، وفيها العدالة، وليست التكاليف. هاي تكاليف لا شيء. يعني أنا شغلي في هذا الموضوع أعمل دراسات للشركات اللي تريد أن تستثمر في البحرين. كل مرة نشوف أن المزايا كبيرة جدا. وبعدين تاريخيا الأجواء في البحرين مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. يعني الاستثمارات تريد أن تأتي إلى البحرين. إحنا علينا فقط امتصاصهم، ولا ما قاعد يصير بشكل فعال. يعني هناك في تضارب بين الجهات المعنية. وزارة الصناعة والتجارة تقول شيء، ووزارة الصحة شيء آخر، وزارة الكهرباء ما عندهم كهرباء وما إلى ذلك. يعني تناغم غير موجود. هذه اللي احنا نحتاجها، ولا خوف على هروب الاستثمارات، ولا خوف على تدني مستوى معيشتنا. تدني او خفض مستوى اسرافنا، نعم، وهذه احنا نبي ان شاء الله. الله يضغط علينا اكثر لان نحد من اسرافنا، والاسراف كبير جدا. يعني اذا انا افكر ان عمل دراسه فتره طويله جدا، يعني كان هنا عند الخارطه هنا في دفنه، رحت اخذت كميه كبيره والله يعزكم من القمامه، شفت ان حوالي 85% من المواد المرفوضه هي قابله للاستهلاك. يعني شوف احنا ايش قد في، ونشوف مثلا الدول الثانيه ايش قد هم حريصين على استغلال او حسن استغلال المصادر اللي عندنا. المؤشر المهم في البيت، وانتم بكرامه سله المهملات عندكم في المطبخ، شوفوا شنو احنا نقط فيهم.
يعني قد يكون في بنت صغيرة ما شاء الله عليها تأخذ هذه وتنظفهم وتروح تعطيهم للفقراء والمحتاجين. أنا لا يسعني إلا أن أطمنكم وأنا أتكلم بكل مسؤولية إن لا داعي للقلق. أظن الحكومة إحنا عندنا طموحات ننتقد حكومتنا حبا في بلدنا، ولكن حكومتنا بعد حكومة أبوية في نفس الوقت. نريد تغيير، نريد إصلاحات، نريد ما إلى ذلك، بس في نهاية المطاف بالمقارنة في اهتمام مباشر. يمكن إذا أنا كنت الحكومة أكثر اللي تحصلون ما كنتوا بتحصلون. ادعوا إن أنا ما أصير حكومة. وأشكركم جزيل الشكر. صار الوقت لا؟ في الأجوبة. شكرا جزيلا لدكتورنا العزيز أكبر جعفري، وكالعادة حديث أي خبير عارف بما يتحدث عنه يفتح الشهية لكثير من الأسئلة والتساؤلات، وهذه طبيعة المقاربات العلمية يعني.